رايكم في أنا المباراه الاولى؟ بالنسبه لي ده من اسهل البريدكشنز ممكن اعملها في حياتي. قول لي الصراحه يعني انا will be very clear very honest very direct. هتقول جي كي صح؟ I don't like to set minds comp at all. Zero. Zero. هقول لك ليه. اوكي اولا they have a mix of scaling ما اعرفش بالنسبه للبنين الاول غيكون مهم جدا ورا عميره دول نحطه بسايد وفي ممكن خطر عنده من جسد نسعوفه عنده الروح نتاع بودا فيري فيري لو من دون مانا فلاج اند رام طرف عميره كان نورس بالصوره الفلاشي وشم طرف انا مش ضايع النوك اب وفو في خطر الرامير بلوتو اتاك ولكن جاء اخرى اناني بس يقدر كل واحد الرامير وفو غيكون هو البطل تويستد مايز بشكل سيف في التوب سايد في البوت سايد هنا انا مش تقدم نص ثانيه فيري برو اكتيف في البوت سايد يدخل على الصوت قبل ما النوك اب من طرف جي كاب دادي كيف بيحاول يهرب هو نيون ولكن جاء اخرى التشيس من طرف انا مش هو سلوت يفلاشين نيون وكيف يوصل طرف ميمي يقدر كل نيون يخليها 1 في اللي مرتاح في البوت لين ولكن الرامير كمان مش هيسيبه في حاله الرامير يتقدم عنده الفلاك اند راك النوك اب ضايع على وفو هنا ضايع امام الكيم شو خلق يوم موجود كمان وفو في 3 ضايع وفو ممكن يخبر مستحيل ياخذ الاول وفو يدخل على الثاني يضرب وفو يبحث على الثالث ربما وفو يا وحش يا عملاق في التوب صح ممكن يكون عندهم الايتمز الاقوى ممكن يكون عندهم الايتمز الافضل ولكن الانجيج انجيج مش على نويمس ولكن جل اخرى بالفيت سوبر تنكي لحد الان محاوله الرينجيج والفلوك مش طرف في كات جيس مش فلاك اند رافين كراس اوت في طرف السد نويمس يسمي تسعه من طرف شاربن مثل ما مسح يحاول ياخذ الكل هيكون موجود مستحيل ريست مخوده الان تحاول تسيف وركن غير ممكن يوم خطر هنا ريست لازم يستعمل الاستاذ ما يتخدم عليه دابل كل الثنائيه موجوده للاي دي سي السعودي نيون في خطر ديكا بيحاول المساعده شوف الاستاذ نيون بلوتو اتاكس يحاول ياخذ ريخان الكل ماخوذ ولكن هذا ما يهمش دريب الكل الثلاثيه ماخوذ فريقين للبوت سايد يا رايف يا البوت سايد موجود في وفو وفو غايكون في 1 في 3 حتى 1 في 4 نشيمت من طرف ديكا فلاك اندر موجود على وفو ما زال مستعمل شو نشيمت بتاع وفو فلاشين هزم سامن نيون شوف ثم شو طالع ولكن مش الاخرى موجود كي وفو مثل الماتش المجازات ماخوذه 1 4 0 لحد الان شوت ماخوذه من طرف نيون توست ماينز توست ماينز انه وفو ما يموتش هذه المره اوه وفو 1 3 من انت في التوب سايد من الخريطه عنده نشيمت يستعملوا مباشره شوف الخوف من طرف فريق جي كي خايفين من وفو اللي ما زال فول لايف لحد الان مش عنده نشيمت ولكن ما زال ديكا في التشيس النوك اب موجود ياخذ الروح فلاك اندر طرف الرامير يهيل وفو الى حد الان ما زال حي ما زال صامد ما زال ما مات في ال1 في 3 بوت يتخدم هو كمان نحو الامام شوف الجسد شوف الدامج وفو ما زال ما مات يا خوي وحش نيون في الصوره اخيرا غيموت وفو شوف كي ممكن ولكن ما فيش دامج كافي وفو ممكن يكون بخطر السنر موجود عليه سي سي موجود عليه طيب لحد الان وفو ولكن الفلاش مستعمل الان ساسي يفضل في كابتن في المانو كوب دبل كيل نيون جي كي ثالث جي كي في الكومباك شوت ماخوذ من طرف الاستاذ نيون بوت ياخذ الكيل الاول متعوف في المباراه الكيل الاول لغير موجود على فريق الاستاذ نيون في فريق جي كي مستني تلعب بيه الاول ان والفلاك دراجون موجوده من رامير ولا طيب في الميد لين الانونيموس مثل ما تشوف لحد الان نيون يعيش بيون اس بي انونيموس غيموت غيديه اوني خان توكي جي كي هذا هو الكومباك ربما لازم الحذر من كيو طبعا عمان بيحاول يبدو بالبارون نسات النص اتش بي والتليبورت موجود تي بي موجود من طرف اسد كيو لازم التراجع من طرف رسمي ما حاولش ينجز من طرف اسد وفو ممكن يكون خاطر يستعمل الجيمس بتاعهم بس عشان تي بدري ناطا ممتع جدا للغايه لحد الان هاتي بوتيكا في ميمي ياخذ الكيل الاول 1 4 1 لحد الان نيون يليه واللي جابه وصل في الكيل كمان ممكن يشوف بوتا في الباك لاين بوتا 1 في 3 على الاستاذ ميمك ممكن ياخذ الكيل الجاكس حاضر بقوه ياخذ الكيل اجابه من طرف اوني خان دي كاب امام اوفو وفو يليها وانس اجان 3 في 1 امام كيو اوني خان يبحث عن القبله ممتع جدا من سمت كيو ياخذ كيل على اوني خان عنده الزونيا ولكن هذا ما يهم سوف يموت ما فيش كلات كل هالدرجه بيهايند بعدها تقدر تفوت ولكن قبل ذلك في وانس اجان بارن ناشر في طب ثاني ريفر نايس نوك من طرف اوني بس شوف شو طالع من طرف اوني الان في الصوره يتخدم حول امام اوفو ما زال ماشي لحد الان شوف الميش السات الدمج لخو بهاين ساين اوني بس ما زال 2 4 0 وجي كي ياخذون البارن الفوكس هو سلاوت يحاول الهروب الفلاش غير ممكن غير كافي جي كي تريكل ماخوذه بارن نشر ماخوذ كم باك كومبليت انونيمس بيضلوا في عند التنين هذا معناه ممكن نهايه المباراه القادمه اوني خان يتبخر شوف تعيش بمتعه ولكن شر ممتع جدا على نيون ممكن يكون هذا هو الحل من طرف تشيست مايند الكل ماخوذ مؤسسه من طرف تشيست بودا شوف الدمج من طرف كيو 2 4 1 الى حد الان ديكا بيحاول الهروب يحاول البيل على هذا الكاري على هذا النيون محاوله اوتو اتاكس موجوده وفو في التشيس غير كافي الى حد الان صعبه جدا الظروف على تشيست مايند ممتاز الظروف على جي كي الرامير بفلاك اند دراك محاولة نهاية المباراة في البيس في منزل تشيست مايند ديكا بتقدم على وفو نوك اب موجود بودا بالفولو اب شيلد موجود طرف وفو شو المجساس غير كافي الدمج موجود جي كي ياخذ الكيل الاول بودا مثل الماتش نايس توبوش من طرفه هالتوب بريزنت موجود هنا غيموس اوني خان ياخذ الكيل التشيس موجود الان ميمك اوني خان شوف في تري سيتويشن هسه في نوت تاس كافيه فلاك اند دراك يلا يزيد من طرف ميمك ياخذ الاول شوت داون ياخذ الثاني ربما رامير عنده ستوب بوتش ولكن غير كافيه رامير سوف تموت انهبتر بالنهايه
كبيره يحاول يعملوا ريسيت ولكن في تليبورت موجود من الاري. خلينا نشوف الكات. يا ممكن يكون فلاك موجود من طرف الاري محاوله هروب من طرف الرامي لكن اري موجوده بالليفر فروست بالشارم بالخوب لانونيموس ممكن يكون دور كاتش موجود نيون بلوتو اتاك بي دي بي اس من جهه اخرى دي كابي طب ريسيت شيك ودي كابي اللي خمس سنوات لحد الان ونش بي جي ام موجوده انونيموس بستوب شوت بوزيشن هذا يكون هو الحل الفرق جي ام شوت ما يضيع الشارم بطل جهه اخرى بفلاك ممتاز الفلاك والانجيش من طرف الرامي بس ما تشوف لاحظ شوت شوت من طرف نيون وطو اتاك وريد كايو بدبل كيل مباشره هيلاب الرامي يحاول يصمد جهه اخرى امام وفو 1 في 3 يحاول الصمود وفو غير ممكن الفلاش موجود من طرفه مازال ما ماتش عنده مش السات عنده هيلينج ولكن سوف تموت ايس ونهاية المباراة جي كي غيكون هو الاولى ياخذها 1-0 في اول باست اوف لنا في السوبر دوم معك حد زي ركان عايز ينجيج معك حد جارفن برضو فرونت لاين اتركس نفس الكلام واثنين باك لاين واقفين دول عندهم ايدنتي دول كلهم عندهم ايدنتي اكسبت فور ريناتا شير ريناتا حط حاجه ثانيه كانت زي النوتلس 100% يبقى النوتلس كانت بتضايق حد زي لافيلي بطريقه مش طبيعيه بدايه ادفانتج مع انه في كل ولكن في تشارم نوكب مش من طرف الوساده من على جيو ونحن ايش بغي يموت على يد جيو مشي الاخرى فولو من طرف راميل وشي بتوسع من طرف جيو على روني بس ممكن يكون هذا في خطر ما زال ماتش لحد الان الدشط من طرف مشي الاخرى صوت يحاول المساعده وانا مسوي اتش بي عنده قادر ياخذ الكيل في نوكب راميل مش عليه الفلاشين الفلاج دراج ولكن هذا يكون غير هذا غيكون كافي عايز اقول الرامير بيلوجي ما يقدر كاتاكل زي موجود الاسلاط يحاول الصمود صوت يحاول العيش يحاول الهروب ولكن الى اين المفر الرامير ياخذ الكل ماب كانت في فايت في التوب سايد ولكن في النهايه هوني خان بالشوط هوني خان على الرامير ما عندوش الفلاك انطلق الرامير ما عندوش الفلاش الرامير تكون في خطر كبير هوني خان عنده الالتيميت موجود ديكاب للمساعده سيكو ديكاب في هوني خان في الشوت داون ياخذ الكل ديكاب الان في خطر بيبيك مش مجري وصلها بالريش بتاعه ذا شوت مش من طرف ديكاب مساعده نيون هوني خان تخدم حول الماء قبله وبوسه وشار على نيون وتقدر تسوي تدين حول الهروب قبلة الموت الفلاش على الفلاشين من طرف هوني خان ديكاب بيشوف الهيلينج من طرف نيون ما زال مش له ولا ديكاب الفلاش من طرف ديكاب غيموت فيها نيون غيموت فيها ديكاب دبل سايد انجيج موجود في البوت سايد ميمك يضطر انه يستعمل الفادر ستار نتاعو تي بي موجوده من جهه اخرى من طرف اوني خان للدفاع على الكابتن نتاعو كانسل مباشره وكاتاكس من طرف الاستاذ الرامير متاخر شيئا ما التيمت سلوت الرامير 1 اتش بي كانت شوت موجوده 1 فرون لحد الان ديكاب خلينا نحو الامام يبحث عليها هو نيون صف خطر فلاش اوت ممتاز جدا من العيد سبورت الكوري مازال حي مازال ماتش مازال ما خدش كلمه اخيره تانكينس للثلاث من طرف ديكاب ممتاز الاجرو جاجل موجوده ما بين نيون وش ديكاب عنده فلاك بوزيشن ممتاز جدا هيشيل ميمك هيشيل سلوت ربما الرامير كمان موجود ممكن يكون فايت هنا بيشوت من طرف الاستاذ كيو انجاج من طرف بودا نوكوف موجود كمان هسه يكون هذا كافي ام لا وينو انجاج من طرف شوت اوف ماين بودا 1 اتش بي غيكون غيموت مباشره 1 فور 0 لحد الان ليجيت اون ماين انجاج من طرف ديكاب دبل كال الاستاذ يونتا جراسك تقوم بالليجيت من تاب ممتاز الطوق دبل كال من طرف الاستاذ اوني خان ومازال ما خرجش كلمته الاخيره الفادر ستار من ميمك وفو ياخذ الكل كيو في خطر بوسو يا اوني خان الخبره موجوده التربل كيل موجوده كمان الفور في فايف راح يبدا قريبا جدا تي بي موجود من طرف بودا انجاج موجود من طرف ديكاب كم جيل اخر شوف الفوكس موجود من طرف فوز الماتش من طرف طلع لسه ديكاب وانش بيعيش بها من الاخرى يجي من طرف رامير توب بوزيشن رهيبه وفو في الباك لاين وفو 1 في 3 مازال ما ماتش رامير مسخوط الكيم جلوخ على رامير 3 في 3 سيتويشن الان ولكن بوتا عنده منهي العالم الورد اندر يدخل نحو الامام الكاتنج رهيب من طرف اوني خان وميمك غيعيشوا كمان ولكن جلوخ اجابه موجوده فيري لو هدتين ولكن الان من دون وجود هذا الاي دي سي من طرف فريق توب ماتش تكون صعبه اوه نايس توب من طرف جيو هنا يضيع بها شارلي اوني خان ولكن خمسه عنده تيمات جيمس من طرف ديكاب شيفر اعطاك راسكم تسجيل ايو اتخذ نحو الوراء بالفاصل شوت داون ماخوذ على اوني خان ياخذ الثاني والثالث على الاوز البوكي ياخذ من طرف يشوف بودا وين وجه اليسرى يبحث على الفلانك بودا ممكن هذا كذا كبير عنده بلاستكم كبير جدا هنا كون اوني ياخذ طابة شرعية بيعدم طرف جي كاي ما زال يكملوا هذا البارد الزير غيكون خطير للغاية ويلتمت من طرف ستوب يستعمل حتى الفلاس متاعه هنا هل سيكون ذا كيف يشوف بودا في الباك لاين وجار يستاذ بودا من جهة اخرى اوني مش حاول السين ولكن لا ياخذ حياة الاستاذ كيو بودا غيموت في جنب طرف نايس 5 4 4 عايز اقول كيو مثلا اوني خان ممتاز الفلاش من طرف اوني خان هنا مثل اخرى سوبر كل ديكا سوبر لو نيا سوبر لو هوفو مثلا هاي فلاك درايف طرف رامير كيو مثلا يخون بدي بي اس اوني خان مثلا ماتش عند الزوني توب بريزيشن رامير يهرب من جهه اليمنى اوني خان يموت من جهه اليسرى هوفو يحاول ياخذ الكل على رامير غيكون هذا كافي بعد الكاتاكليزم مثل اخرى ميمك يحاول الصمود امام كيو ممتاز سوبر واتش هنا يا كيو كاري ولف الاحلام بلازي في المباراه مهما انهم خسروا تو بارنز ان رو تليبورت ذكي جدا من اوني خان يشتري السبيس ولكن سلوت من طرف من جهه اخرى انجاش من طرف فرانس سوبر سيستم ما يتخدم الاستاذ انا مستعد من طرف كينيون مثلا ماتش تي بي من طرف كيو هاي كان هو التمش الكافي انا مثلا
دامج في الباك لاين على دي كابري ايش بيرمي في الزاين شوت داون من طرف ليون 1 في 5 لي فارق واللي سيستدعو اللي خان عايز اقول يبحث عليه الاستاذ رمير يبحث عليه بوده هسيك ماذا كافي الفلاج اند دراجون فلاش من طرف الرمير غير كافي وني خان وعلى اتش بي 1 معنا يحاول يربح وقت ولكن هذا ما يهمش ليون يتخدم على البايز هو بوده ليون غيكون هو الكاري ليون غيفوز بها مع جي كي جي كي يمرض في المباراه الاولى جي كي يمرض في المباراه الثانيه ولكن جي كي يمرض ولا يموت بريشر مش طبيعي بداية من الرمير اللي فايق من اول الجيم وصولا فايت تمشي بطريقه عاديه لو فايت تمشي فرونت وباك تيم فايت عاديه تيم كومب يعني عارف طب شو رايك بالكومبس اي كومب عجبك اكتر انك عايز تنجيج اي كومب عجبك اكتر هارد تيل الصراحه بص 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 اوكي التو تيم كومبوزيشنز از فيري سترونج هنا لينك فيز 60 وقبل ذلك عمال نمشي في كان انجيج على فلاش شوف الاوتو اتاك من شجيرة من طرف سان الدمج غير كافي لحد الان في الاخرى هو لفينكس فري دي بي اس انجيج من طرف شعلوك الان 113 في الصوره شوف الدمج طلع لعثمان سيتي موجود عليه سان والاتش بي مازال ماشي لحد الان غيموت في اخر مطاف مازال مش سان غيموت هو كمان ويخليها 140 كارثه لانوبيس مانيش فاهم ايش صار ومازال تشيس من طرف فينكس ضربت لي سان من طرف فلاشي نايس سيتي من طرف عثمان الدرتوس غير كافيه انجيج من طرف فلاشي مشان يوصل اكزكيوت على هولي فينيكس مش على بالدفاع عثمان مازال في الامام فلاشي ضيع ضربه لسان الدور انتصر ايش هو صاير في الفايت مش طبيعي بريكر موجود عند هذا النقطه يعني صراحه حاس انه فريق انوبس بيحتاج ياخذ فايت اوه فايت موجود موجود شوف موجود طلع من طرف الاستاذ فريق فوكس موجود من طرف فريق فوت ياخذون الكيل الاول وان فور لحد الان ايش موجود من طرف الاستاذ مشعل بدل على ستار ما زالت شيس موجود من طرف فريق انوبس عثمان في الفرونت لاين مشعل بالدايف الماجنت من طرف الجمعيه الاستاذ رين وان فور وان وانس اجين شيس موجود 113 في هذا النقطه يحاول على عثمان يحاول الشيتنج يحاول الكايتنج يحاول العيش ولكن الى اين المفر ياخذ الكل مباشرة الأستاذ 113 الآن مش على اللي في خطر يحاول الهروب براسكون مأخوذ نطلع على الردبة في الهروب يقوم ببرشر كبير نحطه بسايد ثم يتي في نحو التنين لما يكونوا مستعدين له ولكن هنا نوكتن يسمع بسمت متاع وتقدم على أكاشي الفير موجود جنوب خلال يتمنى تضرف السينة يتمنى تضرف الأستاذ زيكس إنسان دام السينة جراية من طرف فوت الغلط ما يرحمش 1 سنتيمتر إن وتموت إنجاز محاولة من طرف الأستاذ مشعل موجود سان والرين جاي لنا هسي بلدة كافية لا مش عندهم الدمج الكافي شوف نيكتون عنده فلاك بوزيشن 4 في 4 في 200 ولكن شوف الدمج الطاير من طرف هولي فينيكس صفور سان بالانتماعيات غير كافي فلاشي بضربة لسان ياخذ فرصة فريق انوبس انه يفوز هذه المباراة ممكن تكون هذا الانجيج ولكن لحد الان في بارانويا بارانويا رينجيج من طرف فريق فوز من طرف الرين للدفاع للفريق نتاع شوف السيسان الهجوم من طرف الاستاذ سان لازم الرجوع من طرف اكاشي لازم الحذر الدمج الطاير من طرف فريق فوز انسان للغاية لحد الان مازال شيء موجود على مشهد يسمى الفلاش نتاعه اوت ستارز كنجا الاخرى يستخدم عليه فلاشي انجيج من طرف سطم كنج لازم الكولابس على هذا الرنكت من طرف فريق فوز من جهه اخرى عثمان استراجلينج للهروب الرنكت سوف يموت في ديما الموتى من جهه اخرى تشبيت من طرف كسرت على عثمان غيكون هو الثاني فوت ما يرحمش ويعاق هو الحل شوف الدمج طالع على عثمان مضيف لحد الان هولي فينيكس في الفرونت لاين بهذه السنه ما يخافش من ولا شيء لانه فلاشي موجود معاه باخ بمقربه يستعمل الالتيميت نتاعو يخليه سيف انجيج غيكون موجود من طرف فلاشي وفوت مباشره سهل 113 في البارانويا يحاول ياخذ هذا الانيبيتر اسيسي موجود من طرف السنه على ستار سكرين التيمات السكس والتيمات السنه كمان بنفس الطريقه ايوه دمج في الاحلام مش على يحاول الصمود يحاول الصبر ولكن غير موجود الدمج من طرف فريق انوبس مش عندهم الدمج الكافي لازمهم سكيلينج ولكن في 25 دقيقة صعبة جدا الظروف التيبي موجود وراء فريق فوت موجود صار سكرين موجود داكاشي هل سيكون كافي الفلانك غيكون موجود 5 في 5 3 في الامام 2 في الوراء اكاشي يتخدم صار سكرين بسلايس غيكون معاه مستد مساعد للضمات بالدمج اكاشي يتخدم كمان عند السودرز التيبيت مساعد من طرف الاستاذ الاخير غيموت مباشرة على عياد بولولو ياخذ الكيل ويخليها صعبة جدا على فريق انوبس زان هو الفوكس الان فلاشي يضربه بلسانه دحسه واخذ الكيل ستار سكرين الان فوق صعبة جدا حرجة 1 في 4 يحاول الهروب التشيس موجوده من طرف فريق فوت ستار سكرين 1 بي الفريق يكون موجود من طرف 113 لام الدوره الاولى سوف تسقط الدوره الثانيه سوف تسقط الاكسس موجوده من طرف فوت مشعل ولكن نحو الفايز انتهت الاحلام الحاجه اللي فعلا ممكن تخليهم يكسبوا على طول اي وود فوت فور ان بي اوب 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 انا هسيبهم هم يبقى ايه قائم بعد الستامب اللي صار متاكد انا متاكد انا بقول لك انا الجيم ده انا هسيبهم هم بقى يقعدوا انا ليستو ويا ده هنا وهيروحوا برايو بس انا بقول لك هنا في ميد لين برايو في بيت لين بوت لين برايو لو لعبوا صح مش علي هنا متاخر شيء ما هتكون الظروف صعبه نشوف مع بعض شو يصير حتى الميد لينرز يتحركوا نحو البلوبا هو الكونتست هنا الفير هيكون موجود من طرف الاستاذ عثمان 1 2 3 مش عارف في نوك اب هيكون ممكن هذا هو الحل من طرف فريق انه بس السمايت موجود على البلوبا ثاني حاول يقوم بدي بي اس لكن بيزكس مش عنده دمج الكافي من جهه اخرى هاري فينيكس على عثمان يحاول الصمود عثمان ولكن الشارم
الختام الاول من هالي فينيكس داون يحاول يجيب الكاتشز الفيكس تصيب الانتي تبعتها بس بدون اي فائده ولكن الالتيميت موجود من الكسار الكومباك ممكن يكون موجود هنا من طرف الزد نوكل جيمت بسامي لاتار سكرين مش غير جيمت هذا نكون ممكن يكون فضيحه بس انتصر لا مش عليك هو الباتر سكرين من كيو هي موجود نوك 1 اتش بي موجود عثمان للمساعده موجود 1 1 3 كمان للمساعده سيكون كافي عثمان بفلاش ممتازه 1 1 3 حاول ياخذ الكل 1 4 لحد الان فولو بفلاش الشان الثاني لفريق فات 2 4 اسرع عشان عارفين السكيلينج تبع فريق انوبس راح يكون مخيف جدا الكاتش راح يكون موجود على السر ستارز كريز من سامي ريتشارد بتاعه تمسح فضيحه سامي جيد نوم فيكتور من جهه اخرى موجود الفرون من طرف النقطه للمساعده ستارز كريز يعيش بيون شوي عليه لكن ولكن غير كافي اكاشي بالفلاك مش عاد موجود بالكويكنس يا سلام يلا يا انوبس بالكومباك ربما ياخذون الاول على ايدي المغربي اكاشي والجيمت موجود بالريست ثاني ياخذ الثاني 2 4 0 واجابه ولا في الاحلام من طرف فريق انوبس مع تليبورتي فولو اضطر انه يتحرك لهناك قلت انت خلاص ضيعت وقت اكاشي بالالتيميت اكاشي بالكيلز بيك ولا في الاحلام وما زال يبحث عن اكثر من ذلك يبحث عن الاري ولكن بولولو هذه المره عنده الالتيميت ممكن يكون بها سيف يبحث عن لسان هو كمان الخبره ضاعت منهم ثاني حول الهروب يحاول الصمود ما عندوش ولا شيء للهروب من هذه الوضعيه الصعبه جدا الان يتجهون نحو اكاشي موجود مش على المساعده غير ممكن المساعده لانك ما بتوقفش في سلو تيم فايت قصاد فوتي سبورتس دائما بيكونوا في مكان تشيزي دائما بيفوزوا فايت مش على الالتيميت وبالجناد ممكن يكون هذا كافي عثمان في البارانويا الظلم الفحش موجود على الخارج وكي جاب من طرف الريل الالتيميت على ذات شخص ممتاز جدا من طرف فريق فوتا اكاشي في المكان امام بولولو لكن معه 113 ياخذ الكاريسا من طرف الفييجو كاري تالي انوبس بولولو بالاول الكاسانتا بالثاني يبحث عن الاكسترين ياخذ الكيل ولكن فينيكس غيكون موجود عليه دبل كيل من طرف الاري هولي فينيكس يكملها تربل الحركه الصح الدور على عليها ولكن الاجابه تكون موجوده من طرف فريق انوبس بولولو مش دون الالتيميت المره ولكن ما فيش اي فولو اب من طرف فريق انوبس الان ليش موجود على الصوره التلفزيون الحي من طرف لحد الان يحاول فيها ستار سكرين شوف هنا الفايت 5 في 5 تحت الترد هاتي كودا كان في شوط مخطط من طرف اكاشي الاول موجود من طرف فريق انوبس الثاني ربما يكون موجود كمان هذا هو الكومباك دبل كيل من طرف اكاشي يبحث عن الريسات ضايع من الالتيميت مشعل مشعل اخرى يحاول يعيش هيكون 1 اتش بي وغيعيش فيها فعلا عثمان عليه الفوكس هنا نوك بالتشيس ولكن الان ستار سكرين واكاشي موجودين في الصوره للمساعده فلاشي في سوبر تانكي كيلو ياخذ من طرف نوك ياخذ الثاني ربما ستار سكرين في سبوت ممتاز جدا توبريزيشن انوبس من طرف اكاشي فلاشي لوحده 1 في 2 هيحاول الهروب اكاشي بالتشيس مش عليه يبحث عن نوك اب سيستم طرف فلاشي نوك اب ممتاز جدا من طرف مشعل ودبل كيل من طرف اسامه اكاشي من ميدلين اتوقع انه خلص فرصتهم الوحيده انهم يعملوا فورس لهذا البارن من خلال يقدروا يعملوا سيج عشان بدون البارن مش حتكون المينيونز قويه كفايه انهم يقدروا يعملوا ستوب للويف كلير اللي بيجي من الفيكس اللي بيجي من الزكس ولكن الانجيز خرب موجود من بلولو ممتازه جدا من طرف الاري والبيك على اكاشي كاري تالي فريق انا بس والتي بي مش اخر شيء ما من طرف الاساس سكين غيكون هو كمان الضحيه المواليه غيموت مباشره عنده جي اي ولكن الى اين نفر لازم يكون في انجيز موجود من طرف الريل فعلا ممتاز الماجنت ستار من طرف الريل الثاني موجود الثالث موجود الرابع موجود يبقى الوحيد عثمان يستعمل البارانويا ولكن يا عثمان يا وليد ستكون ديما الموتى ايس من طرف فريق فوت دبل كيل من طرف التريستانا والبوش نحو الميد لين البوش نحو البي بدون بارن بدون دراجون فوت سبوتس بس بالميكانكس بس بالجود فيشن اللي كان موجود بالكاتش على اكاشي تقدر تسكيور لنفسك الجيم رقم 2 بس في 3 براير حتى براير از ويل يس دي اتاك سبيد فاهم اي ثينك ات ويل بي ريلي جود الحاجه الثانيه ان بروفايد كمان ان جينكس تديها شويه البيلينج بالدبليو بتاعتها عشان كده اوفر اول صراحه كسكيلينج كتيم كومب انا حاسس ان هي هتكون انسين عايز اقول بس نقطه الضعف اللي عندهم ده الهيرالد الاوبجكتيف الان اقل من الميد لايف بتاعه ولكن سلوت يدور يبحث عن الفرصه للدخول غيكون في الجيمنت من طرف البراير ممكن يكون في افير على ثلاثة اشخاص ممتاز من طرف انونيموس هنا يتقدم على ستار سكرين الشوايه موجود من طرف الرامبل الكيل الاول يكون ماخوذ من طرف انونيموس الثاني ممكن يكون موجود نعم موجود من طرف انونيموس دبل كيل من طرف البراير اكاشي يحاول يعدل شويه يتقدم على اوني خالي لازم يستعمل الفلاش بتاعه اوت لكن صار بي دبليو صار بليل صار بالروكت وتو اتاك ولا تو اتاك والكيل موجود اجابه من طرف انوبيس ولكن هذا غير كافي فيت الصراحه انه فريق انوبس هم اللي بيحاولوا يعملوا فورس لهذا التنين والانجيج موجود على سلوت بالكويكنس يتخدم محو امام على سان والتيمات من طرف البراير غيكون فيها فولو اب على سان الفير موجود الدمج ممكن يكون موجود لكن شوف الريتاك راس ممكن يكون هذا هو الحل سان مازال ما ماتش لحد الان يحاول ياخذ الكيل يحاول ياخذ الستاند دامج موجود سان ما ماتش سلوت هو الفوكس الان تشيس موجود من طرف فريق انوبس الفراعنه هوني خان بالشيلد هوني خان بالمو سبيد هذا يكون كان في سلوت مش عنده الاتش بي مش عنده المانا مش عنده الحياه لحد الان واسمان بالفلاج اند دراج والالتيميت من طرف سان الروكت تدمر له وجهه ويفز الميدين ستار سكيل انونيموس تريد في التوب سايد وشوف الدمج الطالع من طرف ساسكين مباشره على انونيموس وكان انونيموس بالاجابه الاوتو اتاكس موجود من طرف البراير شامبيون مخيف للغايه مع سلوت الان ممكن نشوف فولو اب موجود وانس اجين الكويكس موجود من طرف ركان الشر موجود النوك اب موجود الشوايه غير موجوده والكيل ماخوذه
تو استاد ماين بالاجابه. انونيموس وانس اجين هو الاولى هو الاقوى. وفي الميد لين ميميك امام سان وتو اتاكس متشايره متبادله ما بين بوتي دي سيج. شوف الدمج شوط عم طرف سان التيمات ولكن فانتستان بالاجابه يجيب البراير من الجهه الاخرى. انونيموس على سان هيكون في افير هيكون في انطاك العسك محاوله المساعده محاوله الانقاذ غير كافيه. سان غيموت اجابه من طرف توست ماينز يتبعوه على مشعل بوت 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 لينرز ماتوا هنا وانونيموس ما زال من خلص كنتون اخيره. السي سي على عثمان الاوتو اتاك على عثمان الدمج على عثمان ميد لايف لحد الان الفلاج اند دراج اوت والهروب كائن ولكن الكاش من جهه اخرى موجود يتخذ نحو الامام. اكشف الدمج جدا من جهه اخرى نوك اب مش من طرف سلاد اكشف الانتباه ماجيك ويب الفيدستون موجوده مشكله جدا الدمج اوني خان غيموت هو كمان نعم موجود دبل كائن من طرف انوبيس 7-7 في السكور بورد ولعوها في المباراه. انوبيس عنده تنين تكنولوجيا الهكس والان الفوكس موجود على هذا الهرب بينما في الانجيج موجود في الميدلين الميمك يكون في خطر كبير جدا يحاول الفايتنج على نفسه عنده فيدر ستار ممتاز يجيك من طرفه ولكن غير ممكن مازال ما ماتش اكاشي دبل معنا ويتيمات ممتازة غيموت هو كمان 140 لحد الان ميمك اخذ الكيل الاول انجيج من طرف عثمان نايس فلاش من طرف ميمك دبل كيل الثنائية موجودة وفو يولعها من جهة اخرى في الباك لاين سايد لينز يقدر يعمل شت داونز من خلال يقدر يفوز ولكن الكويكنس حتكون موجودة بس بدون اي كاتش الالتيميت موجود الكوميت موجود من طرف البراي ويتيمات مستمع على سان من جهة اخرى تيبي موجود من طرف وفو يبحث على سان سان فوضى صعبة جدا فيري لو غيموت مباشرة انا نتاك لاس 15 سي في هنا في هذه الفرصة ممتاز من طرف توست مايد الكاتش هنا على الاي دي سي هذا شيء خطير على فريق انوبيس واكاشي من جهة اخرى وكمان في خطر كبير يستعمل السولز نتاعو اوت لكن انونيموس الان مثل انه يخف نفسه ياخذ البوك من طرف اكاشي السولز يقوم بدمج الدمج موجود الشوايه كمان الرامبل يقوم بها بالايكولايزر وان فرون لحد الان اكاشي على الهروب اكاشي مازال ما ماتش وفو ياخذ الدمج الكبير من طرف السولز والفلانك من طرف سلوت ممكن يكون هذا هو الخطر سلوت عليه الفوكس الان بهذا الركن اوكي عندك ويكنس دبل مان شار موجود من طرف ضايع سميت من طرف البارك سلوت ما ماتش يدخل موف نحو الامام ممتاز سميت من طرف فرون يطلق راسكم الدمج طالع صار ياخذ الكاس سلوت وان فرون اجابه موجوده من طرف وفو هنا فلانك دراج اوت من طرف عثمان ميمك فيري لو على الفوكس شوف الكاسينج من طرفه انسان من جهه الاخرى سان يدخل على الامام براير على سان انتي ميت اكاشي ستايف غير كافي وانس اجين 1 فور زيرو هو الفرونت لاين يبدا اكاشي اسمن في المساعده عنده الفلاج عنده الدراج وفو 1 اتش بي الفلاج موجود وشت داون ماخوذه من طرف الجارفن هنا اربعه طرف فريق انوبيس يتخدم على وفو فلاج دراج موجود من طرف عثمان ولكن وفو بالورد اندر يكون عنده كافي من جهه اخرى من طرف براير على اكاشي الفير موجوده اكاشي فاضي صعب جدا عنده انتي ميت شوف الشوايه غير موجود الدمج لحد الان مش عليه يستعمل التيمز نتاعه هيكون هذا كافي لاخذ الكلب هل سيكون هذا كافي لفرق انوبيس ولا لا نايس وان من طرف سلاط الشارما نوك اب والشوك ويف دبل كيل من طرف فوفو يدمرهم فريق توست ماينز سان الوحيد واليتيم للدفاع للامل للدفاع للبيز هل سيكون هذا كافي غير ممكن ميمك يقول له ارجع لنفسك ارجع لمنزلك ايس من طرف توست ماينز وغيفوزوا غالبا باول مباراه انونيمس للمره الثانيه والثالثه والرابعه سنايب بالالتيميت شويه كان جارفن كان معاهم نوكترن كان معاهم لا انت بتتكلم على مين تاني معلش جيم انوبيس اللي لعبوه كان معاهم نوكترن جنجل وكان معاهم توب لين خلي تتوقع تويستد ماينز حيفوزوا؟ يس تويستد ماينز بارالايز تويستد ماينز 100% بس اقول لك ليه يعني في فرونت باك تيم كوم قول لي ليه من بعد يعني اتوقع اقول لك ليه من بعدين طب ما انا كده شوف الفعل انونيموس فلاش بمشعل مشعل بالهوك ممتاز جدا على الاستاذ انونيموس من جهه اخرى اوني خان زونينج اكاشي هيكون فيها 3 في 2 سيتويشن من جهه اخرى سلوت هو كمان هيكون موجود هو وميمك وينو سان غير موجود في الصوره اوني خان ياخذ دمج رهيب للغايه ولكن ما فيش فولو اب من طرف الاستاذ ليستين فلاش من طرف انونيموس سيسي على كاشي نايس كاتر ذا ويك من طرف الساندرا الدم الاول فرس بالمخود من طرف الركان سلوت لسه لحد ذهب على السبورت تويستد مايندز انستنت على طول بيتحركوا على الميد لين تحس في برو اكتيفيتي من اول لحظه في الجيم انا بسحب كلامي صراحه فريق تويستد مايندز حتى مع وجود الريل ساتو مو برو اكتيف اكثر عمال بنشوف طبعا في اكس فلاش موجود من المشعل تشو في تشو لحد الان اوكي ناكاشي الان بي تي بي موجود معاهم تشو في 3 سيتويشن الساندرا كمان موجوده 3 في 3 سيتويشن شوف انونيموس الاتش بي نتاعه اوريدي بطل لا سكاتر ذا ويك من طرف الساندرا ما زال مش انونيموس الاكنايت موجود من طرف مشعل هو كمان السبورت اللي ياخذ الكيل سبورتس بوبين اب بيحتاجوا هذا الادفانتج مثل ما تكلموا الامن زيزكو اللي قبل ذلك عمل نشوف فيه سان في خطر كبير جدا معاه مش على المساعد ولكن شوف الريش تشاير من طرف السد ميمك الترشات تكون موجوده ولكن ماخوذ من طرف السبورت هنا كيل على الاي دي سي كيل على السبورت موجود مع اكاشي ولكن قبل ذلك في اكس فلاش موجوده عندنا طبعا من انونيم هوك من طرف مشعل انونيم موجود 2 في 1 على مشعل ولكن مش الاخرى اكاشي موجود كمان لا سكاتر دويك من طرف السندر من الميد لين اوني خان يقوم بدمج متاع ورسي كنت كافي على اكاشي فيري لو ليستين كمان في الصوره كيك ولا في الاحلام اعطاه رجله في وجهه اكاشي ونش بي غيموس على يد انونيموس مش الاخرى كاسه من طرف فريق انوبيس يحاول الايقاف يحاول الاجابه كل من عثمان ميمك يحاول يستعمل الريش بتاعه يحاول الصمود الكاتيك موجود الاوتو اتاكس موجوده ولكن غير كافيه الى حد الان كان ماخوذ من طرف سان انوبيس 2 فور 1 وما زال يبحثون على اكثر من ذلك كيو كانت ميمك على طول كان موجود عشان يرد انوبيس هو كمان وشوف اوه كان موجود في مكان تريكي ولا زال موجود فيه كيك من طرف عثمان من جهه اخرى يتم من طرفه في الدفاع على نفسه ولكن من جهه اخرى صار سكان يستخدم عليه ممكن يكون هذا كافي لاخذ الكيك من جهه اخرى في الميد لين موجود فايت مشعل موجود وسط ثلاثه في الباك لاين موجود اربعه في وسط الباك لاين اسكاتر دويك من طرف السندر اوني خان بيجي
تعتمد على كاش ايكو ذا كافي توكلز من طرف تويستد مايز. مازال نقلوش كنتم الاخيره في المباراه ممتازه البليسارت هنا في الميد لين. اوريخان بيرفكت كاتر ذا ويك اون تايم هنا انه يوقف اكاشي انه يدي الفرصه بالنسبه لفريقه والكاش يا انونيموس بالرال والاجتماع ممتاز على الباك لاين العثماني مونيش بيسان ما ماشي لحد الان. ستار سكريم مليان فوكس شوف الدمج طالع من طرف ميمك بالريش يلا الاول ما ماشي لحد الان شوت ماخوذ من طرف الاستاذ ركان والثاني ماخوذ من طرف اوريخان تويستد مايز من فريق تويستد مايندز انونيموس معوش السمايت عثمان هو اللي معاه السمايت هل عندك الادج شوف الكيك هنا من ممتاز جدا من طرف عثمان الدمج هيكون موجود في سيطر من جروخان من طرف الاستاذ اوريخان يغبر ويبخر في السماء جي جي الصراحه تريكي جولد موجوده على التنين على البارون خلينا نشوف فريق انوبيس مثلا قش كنتم الاخيره مش على الانجيج الريد تيم سكيور ذا البار الناشر هي تويستد مايندز الكيل الاول ماخوذ من طرف الكاساندا على ميمك سلوت ون سبيد حتى عليه ستار سكريم ولكن غير ممكن ثاني حاول الهروب وفو بالفلاش وفو بالالتيميت غير كافي غير ممكن هكاش موجود بالفولو اب هل سيكون الحجر كافي التيميت من طرف السان والكلب والكلب لا ينظر نعم يكون موجود بها انوبيس دائما مانيش فاهم الصراحه الريزن بتاعه ولكن خلينا نذكر الجمهور ان هذه المباراه فيها الشامبيون او انجيج موجود من طرف الاستاذ راكان مع وفو مع الفريق كله عثمان الصراحه غيموت غيكون في ديما الموتى عنده ستوب واتش ولكن هذا ما يهمش هذا ستوب واتش فقط من جهه اخرى سكتر دويك على مش موجود من طرف اوريخان نوكوب ممتاز على الشخصين من طرف الاستاذ سلوت هينسان غيكون في خطر الالتيميت من طرف الريل الباك لاين مشعل غيموت ينطح وفو مباشره الريش موجود من طرف الاستاذ ميمك اكاشف وضعيه صعبه جدا الفدرس المستعمله من طرف الازا بورت موجوده من ناحيه بوبي وفو موجود حتى كمان التلاقي بيتليبورت ولكن شوف سلوس والاول يا سكتر دويك على عثمان فضيه صعبه جدا الالتيميت من طرف اوريخان موجود غيكون الدمج كافي وهنا التنين الاسطوري سوبر سوبر لو يتخدم عليه فريق اوستد مايند ياخذوها الادمغه مباشره نوكوب موجود على اكاشا يكون فوضيه صعبه جدا عنده الشيلد ولكن هل سيكون هذا كافي حول الهروب ايجنايت من طرف سلوتي خلي الالدر يقوم بالعمل الكل ماخوذ ساسكين حول الهروب هو كمان حول الصمود ولكن سوف يموت هو كمان ويلتحق بفريقه الى البيز انوبيس فوضيه صعبه جدا اي حد هيقترب هيكون عندك البرز دامج الكافي في تليبورت بالفعل على البوت لين اوريخان عايز ياخذ ما تبقى من الويفز عايز يجيب البوت لين معاه ولكن ميمك عايز يجيب الجيم يا انجيج موجود من طرف فريق توست مانتا سيكون هذه النهايه ولا لا فريق انوبيس حول الصمود ولكن صعب الظروف ياخذ الكل الاول الاستاذ ميمك بهذه الريش بتاعه ريزيركتنج موجوده بالجهه الاستاذ السين عثمان سيكون يا رباه انونيموس بالفلاش كيو والدبل مان سي سي ما زال دبل كيل موجوده على ميمك 2 4 0 لحد الان 3 4 0 لحد الان ميمك يبعث عليها ربما الكوادرا كيل الرباعيه موجوده والبنت تعطي الخماسيه يا دين امي بنتكل من طرف الاستاذ ميمك يقوم بها هيكون هو البطل ويفوز مع فريق تويستد مايندز على المباراه ميمك بنتكل في اخر فايت في هذه الجيم باخر فايت في هذا السيريز حتى ب 4 فيرسس 5 يعطي الفوز لفريق تويستد مايندز